عاش مليونير وانتهت حياته بمأساة. الفنان علي الكسار، القاسي، الغليظ، العبوس، المتجهم. عاش ملك ومات صعلوك، أنفق الملايين ولم يجد ثمن العلاج. علي الكسار اللي بدأ نجم وانتهى كومبارس. مأساة شديدة في حياته، نهاية صعبة لفنان كبير. ليه قصة كفاح ده مات وما كانش يلاقي ياكل، كان بيتعامل بوشين، بيشرف معاه زملائه في المسرح، كان بيضرب بالإقلام والشلاليط والجزم، أعزكم الله يعني، في وش طيب الرجل الغلبان الفقير، وده كان في الأفلام بتاعته. الفنان علي الكسار بعد الغنى والثراء مات فقير. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، أختكم محتاجة دعمكم. حابة أشكركم على دعمكم لقناتي، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم، الحضور الراقي المحترم. الفنان علي الكسار اسمه علي خليل سالم، مواليد السيدة زينب، يعني لا كان نوبي ولا سوداني، يعني شخصية عثمان عبد الباسط هو اللي اخترعها في أفلامه. ده كمان عمل بيها مسرحيات كتير، وكانت هي سبب نجاحه وبرضه هي سبب فشله، انه ما نوعش في اعماله، ما خرجش من الشخصيه. علي الكسار من مواليد 13 يوليو 1887 وتوفى في 15 يناير 1957 وهو عنده 69 سنه. توفى بمرض سرطان البروستاتا. طب هو جاب اسم علي الكسار منين؟ اسمه الفني جابه من عيله امه. أمه كان اسمها زينب علي الكسار، أما نفسه علي الكسار قد لخب الكسار من عيلة والدته وبقى اسمه علي الكسار. تصوروا كان بيشتغل سروجي. السروجي ده هو اللي بيغير السرج اللي موجود على ظهر الحصان أو الحمير، ودي بقى كانت مهنة أبوه اللي ما ينفعش يشتغلها، ما عرفش يتقنها. راح أبوه ده لخاله اللي كان شغال طباخ في القصور وفيلا للأغنياء والأمراء، وأتقن لغة النوبيين أو السودانيين. هو الحقيقة عمل مزج بين اللغة المصرية والنوبية والسودانية، وطلعت لنا بقى اللغة اللي بيتكلم بها علي الكسار دي، مع نبرة صوته المميزة وشخصية علي الكسار وصوته كمان ونبرته. خدها بقى من الطباخين والسفرجية والبوابين اللي جايين من نوبة، كانوا بيشتغلوا في الفلل والبيوت دي، بيوت الناس الأغنياء لما اختلط معاهم. بالإضافة إلى شكله المميز قصير القامة وأسمر ورفيع، نبرة صوته المميزة، عشان كده طلع مميز. كانت شخصية علي الكسار، وطلع علي الكسار بشخصية عثمان عبد الباسط، الراجل الغلبان البسيط، كوميديا مختلفة خاصة بيه هو لوحده. هارب علي الكسار من بيت خاله واتجه للفن، كان كل ما يتكلم الناس تسمع نبرة صوته وقولوا له روح اتمثل، روح لفرق التمثيل. ده اللي خلاه يتجه لفرقة شرج أبيض، ومراته دولة أبيض كانوا عاملين إعلان عايزين ناس تمثل تشتغل معهم في المسرح. راح اشتغل معهم، كانوا بيتكلموا روسي على فكرة، هم أعلنوا إسلامهم. اشتغلش معهم كتير عشان ما عجبهوش شغلهم، ولأن كمان جورج أبيض كان بيقدم المسرح الجاد، كان بيجيب روايات عالمية وروسية ويشتغلوها على المسرح بتاعه. انفصل عنهم وراح عامل فرقة باسمه علي الكسار وقدم فيها أغاني. تعرف وقتها على زكريا أحمد، هو اللي قدم زكريا احمد اصلا، قدمه للناس والناس عرفته، بقى يعمل مسرح غنائي. اشتهرت فرقه علي الكسار وذاع صيتها في الوقت اللي كان نجيب الريحاني بيعمل شخصيه كشكش بيه، كانت قلب الدنيا. راح علي الكسار اخترع شخصيه عثمان عبد الباسط الرجل الغلبان البسيط، ونجحت الشخصيه مع الناس جدا جدا، واتفرج على مسرحياته المخرج توجا مزراحي، عجبه شخصيه عثمان عبد الباسط، قرر المخرج ان ينقلها للسينما، والفعل قدم بها مجموعة كبيرة من الافلام، عمل بها 40 فيلم. البداية كانت في فيلم خالتي الامريكانية سنة 1920، كان عثمان عبد الباسط او علي الكسار اول ممثل يمثل دور امرأة. المخرج كان ايطالي بونافيلي، والفيلم ده كان عبارة عن فيلم قصير سنة 1920، وكانت الانطلاقة لعلي الكسار وبزوغ نجمه في سماء الفن. وكان اخر افلامه عمل دور جد 1957، كل افلامه كانت دور بطولة. ولان علي الكسار ما كانش متعلم، المخرجين والمنتجين حبسوه في شخصية عثمان عبد الباسط، ما وقعش في ادواره، ما عرفش يطلع من عباءة عثمان عبد الباسط. لكن الناس ملت الشخصية، نزلت اسهمه، الناس بطلوا يدخلوا مسرحه، وكان بقى بيكبر في السن، بقى يشتغل كومبارس. اشتغل في فيلم اخر كدبة مع فريد الاطرش، عمل مشهد او مشهدين، فيلم امير الانتقام، كانوا الفنانين بيشغلوه عشان لقمة العيش. افلامه اللي عايشة معانا لغاية دلوقتي وبنتفرج عليها وبتضحكنا، كلفني 3 جنيه، علي بابا والاربعين حرامي، نور الدين والبحارة الثلاثة، الساعة 7، عثمان وعلي، علي بابا والاربعين حرامي، عفريت الدرك،
اتراكمت الديون على علي الكسار ونجمه سقط خالص ومحدش بقى يعرفه. حبيته الالام النفسيه. زمان كان بيطلع من بيته يتشال فوق الاكتاف، ناس كانت بتقف له على باب المسارح، بيدخل مسرحه متخفي ومتنكر عشان بس يعرف يدخل المسرح من الناس. كانوا بينتظروه على باب المسرح عربيات ملهاش اخر وناس ملهاش اخر. وبعد ما سكن في الفلل والعمارات ومسك فلوس ياما، رجع تاني للصفر. يا مولاي كما خلقتني. اول مشهد مثله كان سنه 1908. المسرح زمان كان عباره عن محل، كان المسرح بتاعه او المحل بتاعه في حي المواردي. المحل ده الناس كانت بتأجره وتعمله مسرح، حتى الناس كانت بتجيب كراسيها. علي الكسار قدم مجموعه من المسرحيات ضد الاستعمار الانجليزي. مسرحياته كانت بتنادي بالوحده العربيه. بيقولوا عن شخصيته ان هو كان صاحب شخصيه قويه جدا وانسان جد جدا وصارم جدا، ما كانش بيضحك، شخصيته مخيفه. حتى كمان ما كانش بيضحك في بيته ولا مع عياله ولا مع مراته، كانوا بيخافوا منه ويترعبوا منه وبيخشوه. مره استضافه المذيع علي فايق زغلول سنه 1956، قال له ايه الثروه اللي انت جمعتها من فن التمثيل؟ قال له ولا جنيه، لم اجني الا ستر ربنا. رد عليه وقال له طب انت عايش ازاي؟ قال له مش هقول لك عايش ازاي، عيش على ستر ربنا. ساله وقال له طب انت جبت شخصيه عثمان عبد البسيط ازاي؟ عثمان عبد البسيط دي منين؟ قال له كنا شغالين في روايه اسمها حسن ابو علي سرق المعزه، اتمنى الروايه عجبت الناس قوي. قصه الروايه دي واحد طلع يشم النسيم في عزبته، خد الخادم معاه، انا بقى كنت الخدام بتاعه، كنت عامل شخصيه البربري. بقيت شخصيه البربري لقيت مع الناس مع المنتجين والمخرجين ده، وبقيت اعمل بيها مسرحيات وافلام. هي نفس شخصيه عثمان عبد الباسط، فتحت لي ابواب الشهره والمجد. علي الكسار هو اللي طلع اسماعيل ياسين، لان اسماعيل ياسين كان شغال على مسرحه مسرح الكسار. علي الكسار كمان طلع سعاد حسين ام سماح انور. الممثله اللي دايما كانت بتمثل معاه اسمها زكيه ابراهيم، اللي كانت بتعمل دور حماته. الست دي كانت بتحبه جدا وبتعشقه حب غير عادي، وكانت بتغير عليه غيره شديده جدا، ولكن هو ما كانش بيحبها ولا اتجوزها، بس الناس اعتقدوا ان هي مراته بالفعل من كتر ادوارها كانت بتعملها معاه. في عصر الملك اعطوا علي الكسار لقب قدره صاحب الرفعه لوجيه علي افندي الكسار. بيحكي ويقول انا ايام المسرح مسكت فلوس كتير قوي، كانت بتيجي ليا هدايا وعطاءات من الملوك والوزراء. كنت بسافر الدول العربيه كلها، رحت العراق وبلاد الشام، بلاد كتير قوي مثلت فيها، مثلت على مسارحها. كانه عاش عمره كله السيده زينب، وفي اخر ايامه اتنقل لشارع شبرا وعاش هناك. علي الكسار مثل في حياته 160 مسرحيه و40 فيلم، غير المسرحيات الكتير قوي اللي كان بينتجها. على الرغم من انه طلع اسماعيل ياسين وهو كان سبب ظهوره، بس اسماعيل ياسين هو اللي قضى عليه. وعبد الفتاح القصري طلع اسماعيل ياسين بكوميديا جديده، بعد كده طلع فؤاد المهندس غطى على اسماعيل ياسين، بعد كده طلع عادل امام غطى على فؤاد المهندس. ما هي ايام والايام دول، يوم ليك ويوم ليا، وزي ما بيقولوا الدنيا ما بتدمش لحد. الغريب ان علي الكسار ونجيب الريحاني ما كانوش بيطيقوا بعض، وكانوا دايما في حروب بينهم. كانوا الاثنين بيقدموا مسرح كوميدي، ده كانوا بيسرقوا من بعض المؤلفين والمخرجين. من الحاجات اللي قضت على علي الكسار ومسرحه دور يوسف وهبي، مسرح رمسيس وفرقه مسرح رمسيس اللي اسسها يوسف وهبي. يوسف وهبي بقى ده كان مالتي ملياردير، بيقدم في السنه 22 مسرحيه بمعدل مسرحيتين في الشهر. الناس بقى كانت داخله طالعه على مسرح يوسف وهبي. بدا علي الكسار حيط الديون مرتبات الممثلين والموظفين في المسرح، وما قدرش على السداد. وقتها قرر انه يسافر يعمل جولات خارج مصر تعويض خسارته، لكن ما قدرش. كانوا مسمينه المليونير الخفي، عاش حياة الملوك ومات مرض سرطان البروستاتا في القصر العيني. الدرجة الثالثة، الدرجة المجانية في المستشفى، الدرجة الثالثة دي للفقراء للعلاج المجاني، كانش يلاقي فلوس يتعالج بيها. وبتحكي الفنانة عائلة راتب عليه، وبتقول بيضرب الممثلين والممثلات بالجزمة. مرة واحدة ممثلة طلعت على المسرح وكانت لابسة فستان ضيق، قدها من شعرها وضربها بالجزمة وكسر لها دراعها، قعدت في المستشفى شهر، رجع على حسابه الخاص. علي الكسار كان صديق لسيد درويش، عملوا مع بعض 11 مسرحية، سيد درويش بيغني فيها وبيعمل ألحانها. وتوفى علي الكسار يوم 15 يناير 1957 وعنده 69 سنة، توفى بمرض سرطان البروستاتا. عاش ملك ومات صعلوك، ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة والمغفرة.